بسم الله الرحمن الرحيم. أرد رنتي وأرهن آدي 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 أيام بروا إني وحني دعم مسؤولية ديلا وحلا وحي قلا كان عي يوحي شرعي دين بيدا هانو دعي يوحلا وحي قص سومالي لان كسو فول لي سلطي أرهن تاسي محمد مسؤولية ديلا قادة يمد حوينا جمهورية دي سومالي لان سببتنا وحويان بارلمكي وحويان ويكشغيين او الرضاين لفرو سيفي عمل وباس قرأيين ملحوين وكلاشغيين لفرو قولا قولتين وكشغيين لفرو ملحوين ومهوين وخرش بكل شيء وانا انسيحيي مركي هالكامرين حسبيض وحا الله وحر اكشيني فكيرين خالين يكون لفرين حسبيضين لفرو يقو اي سيداتا هاي ملحوينه خير كيل الرمئين وصحيح وصلا كل غنقره إساق أيام مدمدوبيين إساق أيام تهنجليين إساق أيام قرية سكوة عيسي حدا ملحوينه وحو سميين ورغدي أو كل عدي حفيز كيس أيوبا قديت الكو سميين خيانة غرامه سميين بين بغرق روشيغي بارلما كو بين روشيغي وقتي قدي وكو عيسيهي بين تواطي سلا كوسو عطر دي ملعاتيني إسلوي قكان وضي أبتقى يا كوري وحويان وقاب ودوريو برلمانكا انكو كرغيديو قاب ومجدو هداك قاب كدونيسين هدي مدحوينو هو يلي حسبيادي عما ورادي بالا فرايا قاب كدو يكو دونيسي ديشن وريد السومالي دانو دمبارتي بحسبيادا المشكلات كغفين مدحوينا حاجة كلمة ببيو غليبي قول يري هو سؤالي يحير كي وديني شرطاقي شرطاقو زميه حضرنا من أحوينه إسلاة سلاة سميه أي أمانت بارلمة كالغيبيه إساقا يسكب دي لي إساقا هو شدر يسوعي تايه أجستاشن ما دام هو دور شكا بوستي ما دام هو هدي ألف ليه هاي أي دعضي أو كالغيبيه بيشي سي أم دحوينه سلطنة دي سويرا أولي وقوه يريد أهنو مانتا فراكوها يرو سويرا ورقعانتي زكب حي وبيلي هبركي على كم حين وضبكي قرباء حيث يقوها هكاك النهل ملحوينا وحيكما صورتي شرعي الدراء كورا بسيماء ونصميستو كينا وحو مري وضو أجمعين وقع غاغم ملحوينا وركا بارلمك ما أنت وحوكا انت هاني كهلي حير كان بس كنا وار ربي ورنا وان ور ربي إمي كانوا ويعورين كانوا هاي الحير في سيما القفرة ملحوينا ودنك غرام بكل عاي خيام غرام بكل عاي sida qoraalka ka muuqata 19 maalmood gudahood ayuu ku saxay xeerkan uu soo celiyay waxa ku cadeynaya xukuumadda iyada hadda hadashay wasiirkeeda warfaafinta kore ayaa sheegay xeerkaasi inuu dhaqan galay oo madaxweynuhu uu waqtigiisa ku dhacay warqadan inay fojeri tahay waxa cadeeyay wasiir kore isaga ku hadlay isaga afka xukuumadda ku hadlay sida la ajligeed waxa cad madaxweynuhu inuu khiyaano garan sameeyay waxaana dawladda iyada afkeeda iskaga cadeeyay taasi taa weeye anuu waxaan leeyahay madaxweynuhu waxa weeyaan dalka isaga sharciyad ku fadhiyay inuu qaska abuuro iyo inuu kala qaybiyo muhiimadda ula jeedana waa laba mid madaxweynuhu doorasho ka muuqday inuu korortiino samaysto iyo in soomaaliya intii dambe kala diro oo uu carqalad ku sameeyo cabdirasaaq khaliif oo uu sameeyo baarlamaanku inay xilkaqaadin ku sameeyaan oo baarlamaanku istiro oo baarlamaanku ku baado oo beelihii darafyadu inta quday ka haysteen kursigaasi ayda soomaaliya lagu kala yacatu madaxweynuhu ka shaqeynayay madaxweynuhu wuxuu ka shaqeynayaa maanta xisbiyadii oo haddii aan laga leeyahay doorasho u diyaar ahaa oo haddii aan laga leeyahay maanta u diyaar ahaa inay doorasho galaan
ومضيّل إن إنتاس أو شنكاس أو نظام إنه اللي ما كفروا سطيع تاجر ياجي في كم وستين وما تدور أي شيء كأنه استان بل كان لقصة ما تبيه دورشة إنه ما تحقق كده وربي إنه كررت من شيء ده ودورشة من شيء ده ما قبل إني تاسنا وحلا يعرفه ما دحوينا دورشة ليسي وحكوا أكتاعي نوفمبر صدق هي توي كده حسبينا اللي عيسى ودروا يكسي دمبيان حبي أنا هذا دك دك لو ما عين ما الدولة أنا عيسى ما دحوينه سومالي لانتاكسون بيكون عيسان مدحوينة شرعيانا ما هاليو اد قد الغادة ليسايو كورر سبانا ما دحيسو سومالي لانو مكا ملح لكارسدي شنسي سلين شوبي وما مرحوم الله كارسدي وكلا إرمئين لدكي لكلا إرمئين سدي اد قال لأ اد وحوية رجالة قول اي سومالي لانكبتين ودورة شنعة وحوان آدي بتعسيرين يا صاحبين إلا حلبانة دا يقول علينا يا حزبيين لفرو وان كيف كرا هينين وسينا حزبية فرعين إنه كررسين وضو إنه شرع الدرو وضو سياسيين سيخليه حيث حاجة دمكرني حيث وانكحهم هاي إسلام وحوية أن حزبية الله يدين فرعية الدارنا مكالكو كلا نحسنا أرثا سوى نسيب دروين أنا وحنا الله يرونهان في ماشا إنا الفرانت هاي ما تغطى من حوينا قيانا دا قرن مستمعين لقوحة قادو إنا البيج من لقوحة قادو لما أن حزبية هذا الفرانة إنا رأي بارنا مكالنا يناقش الزيان هدي أنا لفرع إنا هدي أنا من الدورة شلقه الضغط كانوا حلاه إنترناشنال كلين تجو من حوينه وقاسوينه وإسبويلر إنا من حوينها وأغوان صدان إسبويلر قاسوينها وأن ضلك دورة شوالين وأن نبتقرية لكاسة غينين وأن إسكوات للمضة كاسة غينين وأدي اللي بالله هي بكي ترنيمو 2001 ما أنت تاقن دور إنه ضلك بكي ترنيمو كابورو أرنها سوى حوينها بغور عدوكو مقدشا عيات كسو كانت هاي doorashooyinka Soomaaliya iyo kala xulista xildhibaanada Soomaaliya ayaad ka shaqeynaysaa arrimaha Soomaaliland ee doorashada iyo arrimahan dadku waxay weydiinayaan maxaa ka galay maadaama doorashooyinka Soomaaliya ka shaqeynayo Muqdisho arigu labadayn baan u sheegay Muqdisho doorasho kama shaqeynayo labadayn sano waa tii aan budlaan u tagi jiray waxa halkan u tagi jiray waxa rafiko dhan u jeeda laakiin soo irgooyinka kuma shaqeynayaan suuhaynta arigu waxaan ka shaqeynayaa midnimada Soomaaliland waxaan ka shaqeynayaa horumarka Soomaaliland waxaan ka hadlay waxaan ka shaqeynayaa midnimada Soomaaliland iyo wax qabashadeeda waxaan ka dagaalamayaa in la kala qaybiyo Soomaaliland waxaan ka dagaalamayaa in faragelin lagu sameeyo anigu meesha tan waxaan u joogaa nabadayn baan u joogaa dadkaygii iyo hadii aan la galay inay Soomaaliya iyo Muqdisho dowladdu uga malato waxba kama qabo laakiin anigu kama shaqeynayo maanta wax Soomaaliland lidi ku ah wax kala qaybinaya wax dhibaato u keenaya laakiin waxa faraag kula jira madaxweynihii uma doorashada sharciyeed ee aan xeer ba madaxweynuhu uu soo saaray in dadka ka qayb galay siyaasadda Soomaaliya arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha la xiriira aan dib loo cafi doonin xeerkaasi inuu ku saameynayo ma ogtahay wax Allah wax saameynaya ma jiraan madaxweynuhu isagu xeer ma xuriyo xeer dejin maaha qofku xorriyad buu leeyahay dastuurku qaanuun uu sii wuxuu siiyey oo fikirkiisa iyo arrinkiisa iyo xarakaadkiisa iyo shaqadiisa u madax banaaneeyo madaxweynuhu kama dikriisa kuma soo saari karo kama qaadi karo dadka hadduu dembi galana hay-adaha sharcigu iskooda inbu madax banaan yihiin inay qabtaan waxa weeyaan sharcigii uu abuuskareynayo waxay caddaynaysaa dictatornimadiisa waxay caddaynaysaa maxkamadu inaanay madax banaanayn waxay caddaynaysaa baarlamanku inaanu madax banaanayn isagu xeer ma xurin karo qof xuquuqdiisa ma qaadi karo kuma soo saari karo jaahilnimada iyo haddii laga leeyahay askarinimada aan tababarka qabin ee wax walba qof kale isaga dumaya markhaati ka tahay caalamka la arkaya aad iyo aad baad baasan tahay boqor cusmaan oo maxamuud buur madow ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka igu waramayay